يا صباح الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائنا المشاهدين في هذا اليوم الجميل من برنامجكم هدايا العيد. اليوم من هنا من امامي فعاليات من مدينه المقله، حفلات بسيطه حلوه جميله، وهنا المشاهدين والناس حفلات بسيطه. نستغل هذه الفرصه نشيل اطفال وكبار وندردش معاهم بمناسبه العيد، فخلوكم. وما زلنا متواصلين معاكم اعزائنا المشاهدين في هذه الفعاليه الجميله. معنا هنا الاخ، كيف اسمك؟ اصيل محمد حاتم. اصيل وانت؟ علي حامد لطاش. اصيل وعلي، كيف حالكم؟ اخباركم؟ كيف العيد معكم؟ الحمد لله تمام ان شاء الله. كانكم مستحيين. مستحيين مستحيين اول مره طلعنا؟ لا لا من قبل. لك يعني في ايش من مجال؟ طيب مجال انشاد. انشاد ما شاء الله منشد. وانت برضك ما منشدين؟ طيب سمعوا نحن كذا صوت جميل بينكم تنانكم منشودة مع بعض. عاد العيد عاد العيد عاد العيد عاد العيد عاد العيد بأبهى حلة والكل تهيأ من أجله. عاد العيد بأبهى حلة والكل تهيأ من أجله. مشتاق القل إلى قله والكل برؤيتي سعيد. نادت روحي شوقا فرحا ما أجمل عودتك يا عيد. نادت روحي شوقا فرحا ما أجمل عودتك يا عيد. ما شاء الله تبارك الرحمن، مبدع ما شاء الله. وانت سمعنا احنا كذا من صوتك الجميل تستحي وين؟ ماشي ماشي. وانت حافظ شو ولا لك؟ انت قلت منشد؟ ما انا حافظ. لا ما دامك منشد خلاص الناس كلهم بوقتك. ما بتنشد؟ طيب تهنئة تقدمها بمناسبة العيد، الناس كلهم يشاهدونك، أهلك وأمك وأبوك وكل أهل وأخوان وأصحاب. كل عام وأنتم بخير والعايدين الفائزين إن شاء الله. وأنت؟ كل عام وأنتم بخير، تنعاد عليكم الصحة والعافية من العايدين إن شاء الله. من العايدين وكل عام وأنتم بألف خير أعزائنا المشاهدين. وما زلنا متواصلين معكم أعزائنا المشاهدين مع الولد الحبوب والبنت الأمورة، كيف حالكم؟ من اسمك؟ صالح. صالح من؟ أحمد. أحمد من؟ صالح أحمد من؟ مقرم. صالح أحمد مقرم، كيف حالك يا صالح؟ بخير. أخبارك؟ بخير. أنت اسمك من؟ سعدة. سعدة من؟ سعدة صبري مقرم. سعدة صبري مقرم وصالح، كيفكم وكيف العيد معكم؟ خير. زين. كيف شفتوا العيد؟ زين ولا مو زين؟ زين. رحت تمشيتوا ولا عاد؟ عادكم تمشيتوا؟ خلاص اليوم بتمشى معكم. مشون معنا والله. طيب بغينا انشودة حلوة تهنونا. أول شيء تهنون من بمناسبة العيد؟ الآن كل الناس يشاهدونكم، أمش وبوش كلهم يشاهدونكم، ايش تقولون لهم بمناسبة العيد؟ من العايدين الفايزين عايزين بيت الله. ومعنا هذه ما شاء الله تبارك الرحمن حلوين شطورين، ومعنا هذه الجائزة مقدمة من قناة حضرموت الفضائية لك أنت، وهذه ليش يا أمورة يا شطورة، شكرا لكم. ما زلنا متواصلين معكم اعزائنا المشاهدين مع الشاب الخلوق، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. اخبارك طيب؟ بخير الله يحفظك ويعزك ان شاء الله. اليوم شفت الحفله وكيف شفت الاجواء العيديه؟ ما شاء الله اجواء العيديه ما بغت كلام، ما توصف عنها باي كلام. واهنيكم ان شاء الله واهني القناه نفسها بالعيد الاضحى المبارك. واهني المشاهدين واهني الجمهور كله يعني. كيف طيب عندكم يعني تخرجون اول يوم في العيد تروحون وين؟ الحمد لله اول يوم نروح شوف اصلي الزينه طبعا وازور الاهل والاقارب وصفافه كل يعني الكل الزاور يعني. ايوه طيب ثاني يوم في العيد ثالث يوم ماشي عندكم عادات تسوونها يعني كل عيد رسميه يعني؟ لا في 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 عادات نسوي احتفالات في نخرج يعني في المنصه هذه يقولوا شارع 60 واللي يتمشى يتمشى ما شاء الله او اللي يروح كل مكان يعني مكان. انت تكون مسؤول عن احتفالات او لا انا مش مسؤول يعني في احتفالات قصدي ما تخرج مع الاهل تتمشون كذا تخرجون؟ ايوه انا كل مسؤول على الاهل وهذا لا ان شاء الله القارب. طيب بغينا انشوده. ايش؟ انشوده بغيناك تنشد يعني بوقت تنشد. انشد ما انشد اغني انا هلا كورال بعدين انا عادي. بغينا اغنيه كذا حلوه بسيطه عشان يسمعون صوتك. مشتاق لكل عاشق مشتاق لكل عاشق مشتاق لكل عاشق من وقت لاخر وانا دوب المدى مشتاق
من سلموك الليلة شق، من سلموك الليلة شق، اليوم أنا في المكلا طيل سواق، بعد المكلا شاق، بعد المكلا شاق، ما طيق عبعدها عشوق، ينوخذ باب معاكم، ينوخذ باب معاكم، وهو على سنبوك مشعوق. شكرا. تشتاق للمكلا لما تروح؟ تشتاق. كيف كيف المكلا هذه لازم تسوي لك فراغ بالقلب. طيب انت من وين من المكلا؟ انا من حافة بجعمان. حافة بجعمان. أيوة. جيتوا هنا عشان الحفل وكذا؟ ايوه. كيف لازم نحيي معهم الحفل، نشيعهم، لازم يعني نكون بجانبهم كل الحفل. يعني ما شاء الله خذومي مع الناس. لازم. كيف هذا؟ ما شاء الله. شكرا لك والعايدين. كل سنة طيب. ابو بكر بكير. ما شاء الله يا عم عوض. ابو بكر بكير لاعب نادي المكلا السابق. لاعب كنت ما شاء الله كبير يا عم. طيب كيف شفت العيد وكيف اجواء العيد وكيف اجواء الحفل اليوم؟ والله الحفل جميل جدا، لانه تعرف انت السعاده والفرح والعيد وهكذا كله للاطفال، وهذا المهرجان كان ممتاز جدا اليوم صراحة. يعني انت كل سنه تجي هنا مع كل سنه انا اجي يعني. طيب عندكم عادات تسوونها اول يوم في العيد؟ يعني ايش تسوون من الصباح لين بعد المغرب؟ عادات عندنا التعاود بين الاطفال، والمعاوده هذه مهمه جدا طبعا بالنسبه للاطفال. انت تعطي العواد للطفل هذا كتقليد يعني من سنين عمر كبير يعني. يعني طيب ما تروحون تزورون الاهل وتزورون؟ ايوه لانه المعاوده اصلا، ما انا قلت لك اصلا المعاوده ضروري يعني بين الاسر وبين الاهل وبين ولا طبعا يعني صله الرحم يعني ضروري يعني بين العمات والخالات والعموم والخوال، ونحن طبعا زينا زي اي ناس. وهنا معنا البنوتة الأمورة الشطورة، من اسمش؟ عايشة بقى خال بعيس. طيب يا عايشة كيف شفت العيد؟ خرجت تمشيت ولا عادكم؟ عادني. عادكم ما خرجت تمشيتم؟ الله يسلمكم. بنخرج لنا وياكم. بغيتوا حد يخرج معكم؟ ما بغيتونا؟ الا بغيتونا. طيب يا عايشة عندك أنشودة أو مشاركة تقدمينها؟ الناس الآن يشاهدونش كلهم يشاهدونش، ايش تقولي لهم؟ طيب أعطينا أنشودة حلوة كذا، حافظة شي أنشودة؟ يلا اعطينا نشوف. يا نور الهلال، يا نور الهلال، اقبل تعال، فالشوق طال، والقلب سما نحو السماء مترنما، لا لا تنقضي، ان للروح دواء، رمضان أنت للشوق القريب. ما شاء الله. طيب غنيتي على رمضان واليوم عيد، كيف غنيتي على رمضان؟ يلا شكرا ليش، وهذه الجائزة مقدمة من قناة حضرموت الفضائية ليش أنت يا أمورة، وشكرا ليش. وما زلنا متواصلين مع الولد الحبوب الشطور، كيف حالك؟ الحمد لله. من اسمك؟ محمد لطفي الحباني. محمد لطفي كيف حالك؟ محمد أخبارك، كيف العيد اليوم؟ والله العيد ما شاء الله زين. زين. طيب محمد ايش سويت اليوم من الصباح لين الحين؟ انا ما سويت شيء، بس روحت صليت صلاه الزين بس. طيب في كل عيد انتم ايش تسوون عاداتكم؟ يعني ايش تسوون في اول يوم وثاني يوم؟ بعد ما نجي صلاه الزين ناكل كبد، بعدين نرجع خلاص. تروحون تزورون الاهل؟ تروحون؟ لا بعد 3 ايام 4 ايام نروح نزورهم. ثاني يوم اول يوم ما تخرجون؟ طيب تتمشون؟ الا نغري ثاني يوم. وين تخرجون؟ نتمشى في الشارع كل مكان. كل مكان. طيب يا حمودي عندك تهنية أو أنشودة كذا حلوة تقدمها للقناة؟ عندي تهنية. هات تفضل. هاني أهلي وأقربائي وأصحابي، وأقول لهم العايدين وكل عام وأنتم بخير. من العايدين وكل عام وأنتم بخير، ومن العايدين أنتم وكل عام وأنتم بألف. وهنا معنا البنوتة، كيف حالش؟ بخير. أخبارش؟ كيف شفت العيد اليوم؟ كيف شفت الحفل حق اليوم؟ حلو. حلو. عيدك طيب يا حلوة. من اسمك؟ سماح. سماح. طيب يا سموحة
عندك انشوده او تهنئه تقدمين لها للناس اللي يشاهدونك الان؟ كلهم الناس يشاهدونك، ايش تقولين لهم بمناسبه العيد؟ اعطينا انشوده بسيطه خفيفه. العيد فرحه واجمل فرحه. انت حافظتها كامله؟ متى حافظتها؟ طيب امك وابوك والناس كلهم يشاهدونك، ايش تقولين لهم على الشاشه الان؟ احبك يا ماما وبابا. قول لهم كل عام وانتم كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير ومن العايدين، وهذه الجائزة مقدمة من قناة حضرموت الفضائية للبنت الشطورة الأمورة الحلوة سموحة، شكرا لك. حالكم؟ الحمد لله طيبين، كل عام طيبين. كل عام وانت طيب. طيب ايش سويت اليوم من الصباح؟ هل سمرت اليوم ولا لا؟ طبعا الصباحي لازم منه. الصباحي لازم منه. ايوه. والعيد هو يوم الصلاة أو لحظات الصلاة بالأصح يعني. طيب كيف شفت اليوم يعني بعد صلاة الزينة، كيف شفت العيد؟ هل في تغيرات من الأعياد الماضية؟ العيد هي الفرحة اللي تشوفها في وجوه كل الناس، فلما تصلي وتشوف أن الكل يعني فرحان ومتلبس بأحلى حلة يعني علشان العيد، فهذا بالنسبة للجميع عيد، فدام أن الناس بخير ودام أن البلاد في أمان وطمأنان فنحن في عيد يعني. حضرموت دائما بخير. طيب كيف العيد شفت اليوم؟ اولا اهلا وسهلا فيكم، كل سنه وانتم طيبين، عيد الاضحى مبارك. اولا نميز هذا العيد يعني اجواء البلده، صارت في عيد الاضحى مع اجواء البلده، الاجواء يعني معتدل نوعا ما يعني الاعياد عن باقي السنوات يعني ما صار هذا العيد عن وضع الاقتصادي الصعب للمواطنين يعني، لكن هذا الانهاك عن الفرحه المواطنين يعني الفرحه والابتسامه يعني تغنيك عن كل شيء يعني. ايوه الابتسامه دائما موجوده في الحاصل يعني في البلاد، الابتسامة دائما في الصغار وفي الكبار بمناسبة العيد. طيب تهنون بمناسبة العيد الآن، الناس كلهم يشاهدونكم يعني، تهنون بمناسبة العيد؟ الناس كثيرة اللي بنهنهم، لكن خلينا نهني الأهل الأصحاب الأحباب ونهني الكل يعني كل الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وانت تهني مين طيب؟ نهني جميع الأصدقاء والحباب في عدن وفي المكلة وجميع الأخوان يعني، إن شاء الله أتمنى الصحة وعافية وضع أفضل للبلاد يعني عام إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. وما زلنا متواصلين معاكم أعزائنا المشاهدين، وما زلنا متواصلين مع البنوتات الأمورات الشطورات. عرفين عن اسمك. ميمنة مروان بن سليم. من؟ ميمنة مروان بن سليم. ميمنة ما شاء الله يا ميمنة، من سماش؟ بوش. بوش، عيب الاسم حق ميمنة. أنت عيبش ولا معيبش؟ عيب يا ميمنة. الناس كلهم الآن يشاهدونش على الشاشة، عندش أنشودة بغش تنشدين أو تهنينهم بمناسبة العيد؟ أنشودة حلوة عندك؟ في العيد عيدنا، في العيد عيدنا، عيد عيد عشان يشوفونش. ماما جابت بيبي حلو صغير، يا الله حبيبي شو سناني مجنونة حبيبي أمي. انت حافظتها كاملة ما شاء الله، بنوتة أمورة. بغيتي جايزة ولا مو بغيتي؟ بغيتي جايزة ضروري، خلاص ما بشيل الجايزة. هذه الجائزة مقدمة من قناة حضرموت الفضائية لأشياء حلوة. عيبتك والله، شكرا لك. كيف حالك؟ أهلا وسهلا، الحمد لله تمام، كيف أنت؟ الحمد لله تمام. طيب كيف شفت العيد اليوم؟ كيف شفت الأجواء العيدية؟ والله الحمد لله العيد فرحة مع الأهل مع الأصحاب، التقينا واجتمعنا. العيد حلاوته بالجمعة مع الأهل. نعم. طيب شيء مختلف عن الأعياد الماضية يعني، هل شاهدت شيء مختلف في هذه السنة أو في هذا العيد؟ والله بصراحة ما في شيء جديد يعني، مع صلينا العيد مع كل سنة وآخذ، ما في شيء جديد يعني ما في أي شيء جديد. لا الحمد لله. طيب عاداتكم وتقاليدكم كيف تسوونها يعني، من أول يوم في العيد لين ثاني يوم وثالث يوم، إيش العادات اللي تسوونها دائما؟ والله كالصلاة الحضربية يعني مثلا قبل بعد الصلاة يفطروا حاجة خفيفة كده، بعدين يصلوا العيد، وبعدين اللي صار عند موضوع الفطور بعضهم يفطروا عصيد، بعضهم يعني كل واحد له عادته بعد في فطور العيد يعني في أول يوم. هذه يعني تميز الأعياد عن الدول الثانية. طيب ما تخرجون يعني عند الأهل تزورونهم أو تخرجون تتمشون؟ طبعا لازم، هذا يعني تحصل يعني كل يسمونه العواد. أيوه. كل يوم محدد عند أسرة معينة أو عند الأعمام الأخوان هكذا يعني. يعني هاك نعم. كل يوم يعني اليوم الأول مثلا عند العمام، اليوم الثاني عند الأخوال هكذا يعني، وكل أسرة لها نهال نظامها.